روايات حول وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والغسل ومراسم الغسل والدفن، هناك روايات كثيرة رويت اتفقت في بعض النقاط واختلفت في بعضها، ولكن السائل يقول: لماذا لم يحضر الخلفاء مراسم غسل النبي صلى الله عليه وسلم واستغلوا انشغال أهل البيت؟ يعني هناك بعض الأمور لابد من توضيحها. عندما توفي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأنصار يريدون أن يكون هم لهم هذا الشرف في تغسيله، والمهاجرين طبعا أرادوا هذا الشرف، لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أحال هذا الأمر إلى سيدنا علي والعباس رضي الله عنهم، لأنهم من آل بيت النبي وهم أولى الناس بغسله ودفنه. قال سيدنا أبو بكر: يا معشر المسلمين، كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهم، فننشدكم الله فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه، يعني زحمتموهم في المكان وما خلتهمش يعرفوا يقوموا بموضوع الغسل والكفن. والله لا يدخل عليه أحد إلا من دعي، لن يسمح لأحد أنه يدخل على غسل رسول الله إلا اللي هيستدعى أو يطلب منه. وبالطبع اللي قام بغسل رسول الله هم مجموعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا علي بن أبي طالب، عم الرسول سيدنا العباس، الفضل بن العباس، وأسامة بن زيد، وخادم الرسول أو مولى الرسول شقران، وواحد انتدب من الأنصار وهو أوس بن خولي رضي الله عنه. هؤلاء هم المجموعة اللي حضرت غسل رسول الله، ووقتها يعني فكروا كيف نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ينزع عنه قميصه ويغسل عاريا أم في قميصه، ويعني الأمر يعني كان محير. فأصابتهم غفوة أو غفلة من النوم لدقائق، وسمعوا صوت أن يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه ولا يعرى. وبالفعل هذا ما حدث، سيدنا علي قام بغسل الرسول، وكان سيدنا الفضل يصب الماء، وكان سيدنا علي يضع يده تحت القميص ويقوم بعملية الغسل دون أن يكشف شيء من جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر كان حاضر الموقف من أوله. طب ليه الأنصار بيقال إن هم صرعوا إلى موضوع اختيار الخليفة كأنهم يعني كانوا يتصارعون على الملك أو غيره؟ طبعا أي منصف وبعيد عن التشكيك هيفهم ويجب أن يفهم إن القبائل العربية اللي توحدت منذ فترة وجيزة تحت راية الإسلام هم قوم حديث عهد بالشرك وجاهلية، وارتدادهم عن الإسلام أمر متوقع. وأيضا هناك الفرس والروم يستغلون أي اضطراب يحصل في المدينة بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فممكن يهاجموا المدينة. وهناك اليهود الذين يعيشون في المدينة وممكن جدا أن يغدروا كعادتهم وأن يعني يحدثوا أي فتنة أو اضطراب داخلي. وكان هناك أيضا المنافقون، فلو حدث وبايعوا واحد منهم خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل المسلمين هيقبلوا هذا وأن يحكمهم منافق، ولا هيحصل خلاف وصراع داخلي؟ فالإجابة تبين أن ما صارع إليه الأنصار هو أمر نبيل وشريف، قصدهم منه أن هم يضبطوا أمور المدينة حتى لا تكون هناك فرصة لطامع أو ظالم، وأن لابد أن يسارعوا بتنظيم أمور المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مناقب وفضائل الأنصار أن قاموا بهذا حماية للمجتمع الإسلامي. وطبعا قصة ذهاب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وكيف أن الأمر في سقيفة بني ساعدة انتهى بكل سلاسة ويسر باختيار صاحب رسول الله وحبيب رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق، والأمر تم في لحظات يعني بدون أي مشكلة، واتفق المسلمون بفضل الله على اختيار خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر.
وإذا لا يحدث في الدنيا بهذه الطريقة في أمة في مثل هذه الأمة النامية الجديدة التي تتعرض للمخاطر من كل حدب وصوب.